المتطرفون حقيقة قليلون جدا ولا يمكن أن يظهروا ما عندهم، لأن الحكومة والعلماء واقفون في محاربة كل من يريد التطرف، لأننا كلنا شوافيا. تعينت مفتى للجمهورية تقريبا الآن 3 سنوات، فحاولت وأجمعت العلماء على تفرقهم ولا اختلاف مواهبهم العلمية، وجمعتهم واتفقنا على أننا نكون على وحدة، أنا المفت وهم يكونون ورائي. جزر القمر على الحقيقة الرئيس ولله الحمد هو رجل متعلم، عنده ثقافة عربية وثقافة إسلامية، فالشؤون الدينية ترك لدار الإفتاء. دار الإفتاء هم المسؤولين في كل ما يتعلق بالدين، والدولة لما تتدخل في ذلك. دولة مصر وخاصة وزارة دار الإفتاء في مصر نعمل معهم حتى نجد دوريات للتدريب. وحقيقة من ناحية الاقتصاد جزر القمر عندنا مساندة من السعودية ومن الإمارات العربية، ودائما السعودية يعطونا منح دراسية. العام هذا أعطوني 350 منح دراسية في جميع المجالات، رجالا ونساء في 25 جامعة.